مغلق. انا يا شيخ دائما اشوف اني البس ثوب اسود، نعم، لكني شفت الحلم هذا نعم، البس ثوب اسود وانظر للنجوم نعم، وجنبي مرأة لابسه ثوب ابيض، فستان ابيض وعليها غطاء اسود على الراس، لكني ما اعرف هذه مين هي، وانظر الى النجوم نعم. ودائما اشوف اني البس ثوب اسود في المنام. بس انت ما تلبس اسود في الطبيعه يا ابو فيصل؟ والله البس دائما يا شيخ كندوره دشداشه ولا البشت؟ ثوب. ثوب نعم الثوب. ها طيب، نعم. والحرمه اللي لابسه اسود هذه شو تعرفها؟ لا لابسه فستان ابيض وعلى راسها غشاء اسود، ما اعرف من هي. فستان ابيض، فستان ابيض على راسه غشاء اسود. هذه الدنيا يا سيد ابو فيصل. وانت عندك هم او غم من ابنائك او من اقارب لك مقربين؟ والله الحمد لله. لا والله الحمد لله. طيب، هل شايل هم دين او صحه او شيء من هالقبيل هذا؟ الحمد لله. هو عموما لبس الثوب الاسود يدل على هم او امر يشغل الشخص في المنام، وبما انك رايت امراه تلبس الثوب الابيض وعلى راسها الاسود فذلك يدل بان الهم ناتج عن الدنيا او ما حولك. ان شاء الله يكون هذا الشيء مجرد شعور عابر وما ياثر على حياتك الاجتماعيه او حياه او اعمالك بشكل عام. ابو فيصل، الحلم به دلاله بانه هناك ربما هم ظاهره، الراس هو اول ما يظهر من الشخص، ظاهره محزن ولكن نتيجته اللبس الابيض اللي عند المراه هو خير لك وبركه ورحمه، هذا والله هو العليم الحكيم. فاذا كان لديك اي هم او غم او ازعاج في الدنيا مهما صغر او كبر فإن شاء الله أنه يزول هذا، والله هو العليم الحكيم.